صهرك عبده هيك قال لها؟ اي نعم، انا اختي ما بدها تتجوز. ليش شو على كيفها ما بدها تتجوز؟ انا هلا بروح بجيب وفيقة لهون وساعتها خلي عبده افندي يعرف كيف يخلي اخته توافق غصب عنه. لا يا مولا، مو وقته هذا الحكي النوم. هلا رشدي واقف مع رويدة وعم يهدد. رشدي؟ هلا هذا الفصعون صار يهدد؟ اي والله والله. انسيلي رشدي هلا يا منسيلي يا. بس هلا انت المهم تجيبي وفيقة على البيت، لانه ايش كان عملتي هيك عبده بده يزعل يوقف مع اخواته ويتجوز وحده تانية، وهيك بنطلع خسرانين وما بيهدلنا اصبع بيت عمي ابو عبده. لا امي لا تخاف، عبده بيحبها لوفيقة كتير. بيحبها يا مو بيحبها ما اختلفنا، بس كتر الشد بيرخي. لك ليش عم تتلصلصي على باب الاوضه؟ مين في جوا؟ لك يا لك مين في جوا؟ يعني لم تكون في غير ابنك ومرتك؟ عم يطبخوا بالأوضة؟ ما أنا عم يطبخوا عم يطبخوا. بس يعني شلون بدي أقول لك يا الله؟ زكية! يا زكية! آخري هيك آخري هيك. إيش يا أبو؟ أنت شو عم تساوي هون؟ لسه الغدا ما صار. أنت شو عم تساوي جوا بهالأوضة؟ ليش مسكرين الباب؟ ما في شي ما في شي، شغلة سرية بيني وبين ابني. أيوه روحي عمي، فوتي انت لجوا، روحي عمي روحي. بدي اعرف شو عم ساوي جوا. عمي روحي الله يرضى عليكي. للعيب يا سلمى، روحي على اوضتك يلا. روح معي. يلا يلا روحي هلا بالحايك، روحي يلا. لا تعوقها، إذا تعوقت برجعها. لا ما راح بنضرب على قلبي. لا فوت ابني فوت. شو هالشغلة السرية بينك وبين صفوان؟ قصة بنت اخي رويدة مو هيك؟ انت شو عرفك بالقصة؟ لك انتوا ما بتستحوا على حالكم. لك ما فيكن دم؟ عدنان شبك؟ لك شلون بتروحوا انت ابنك تخطبوا بنت اخي رويدة من غير ما تقولوا لي شلون؟ شو فيها؟ طول عمر هالنسوان هي اللي بتروح تحكي وبعدين الزلمة بتتدخل. ها ما شاء الله حولك، يعني انا لا بتشاور ولا بتاخذ برايي ما؟ اسمع لقلك طول بالك، صهرك عبده هو اللي عرض علينا اخته لنخطبها لصفوان، ونحنا قلنا لحالنا ما بدنا نخجله. بقى فوق ما بدي اعمل منيحه مع بنت اخوه. شو هلا صهري هو اللي قالكم تعوا اخطبوا رويدا؟ يو مالك مصدقني يعني؟ بلا بلا مصدق، بس كان لازم تقولوا لي. المهم هلا المخلوقه ما بدها تتجوز، معطوا لي هالقصه وبلا هالسيره، ما بدي مشاكل مع اولاد اخي. فوق حقه دقه، انا الحق علي اللي عملت لها قدر وقيمه بدي جوزها ابني، ان شاء الله عمرها بالناقص خليها ارمله. انت صفوان هذا رجدي ابن عمك بدي اياك تتحاشاه، كثير زعلان من هي القصه، هذا ولد طايش ما بدي اياكم تتخانقوا والناس تحكي علينا. شو عم تساوي على الخطوب؟ ما في شيء يابا ما في شيء. يلا نزل زيل يا مو، بدك تروح على بيت ابو خيره. يلا يا مو يلا يلا نازل. يا مو لا تنسى تاخذ علبة التتن معك مشان تشرب سيجارة قدام شباب الحارة. ايه ايه يا مو ايه ايه. شو عم تساوي هون ولد؟ لكن روحي مخلقة تنزلي. ما بدي. لكن انزلي وسعي على عوضتي. خرب بيتك من حالك والله، عرفان هيك بدك تدهورينا. رشدي يا ابني رد، رشدي يا اخي رد. الحمد لله
ليش صحتي حيل؟ انا رايي ناخذ على خسته خاني. ما في داعي انا بحكي. طول بالك، لكن دقوني شي شغله بارده هيك نحطه على الحرق حتى يبرد شوي. يا جماعه اللي بيته قريب جبنا شويه لبن. اي والله لبن منيح. ما في زرعه. بسرعه يا شباب شويه لبن. ما في زرعه صفان الكلب. صفان؟ شو الحكي؟ رجلي ولي على قامتي رجلي. ولك شو اللي جابك لهون؟ شو اللي جابك لهون؟ روحي على البيت علي، الله يرضى عليك، روحي على البيت. ماني رايحة. روحي مع عمك على البيت. قلت لك ماني رايحة، بدي ضلني هون مع أخي. بدك تكسري كلمتي و... لا 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 يا أبو صفوة، الله يهديك، ليش هيك عملت؟ استغفر الله. وصلها على البيت، وصلها على البيت عمي، يلا بسرعة. روحي قدامي، روحي قدامي. شريف. يا رب يا رب دخيلك، لا تجعل منيت على ايد وحيدي. قومي شوفي مين وليه. مين؟ نحن جماعة الكراكوف، تعالوا الباب. كراكوف؟ قولي على قامتي. ليش سلمى ماتت؟ يا مو سلمى ماتت؟ قولي على طولك، منين اجتنا هالمصيبة؟ شو بدكن يا أخي؟ تعال يا أختي، بدنا صفوان. يا أخي والله صفوان ما دخلوا. جماعة تعمينه لازم ناخده معنا. أخي والله هي وقعت لحالها، مو هو وقعها. شو هي اللي وقعت لحالها؟ سلمى. شو سلمى ما سلمى؟ لك أختي أنا بدي صفوان. صفوان راح على الخستة خانة. افتحي لشو، بدنا نفتش البيت. بقصف عمرك إذا بتقولي إنه أخوك رماها من على السلم. لكن شو بدي اقول؟ ايش كان سالوني مين رماها؟ قالوا لها ابي رماها يعني؟ بكير ممكن نار جنة، بتقولي لهم وقعت لحالها. ماشي. ايه اخي يلا يلا رح نتغطى. هو انا كنت واقف على الاسطوح وهي عم تطلع لعندي على الدرج، لك مدري شلون هيك صار، فركشت وقعت على رجلها انفكشت. خلص خلص ماشي الحال. بيسلم عليك سالم بيك، بيقول لك امسك هدول عشان تشتري للدوح. لك ايه والله الله يديم خيركم وخير سالم بيك. وخليها تاكل بيض وشربها حليب. بس كان لازمك كمان مصاري يمرق لعنده. اي والله اي والله الله يخلينا ياكم. شو في؟ يعني هو مثل ما بتعرفوا الوالده حرمه كبيره واختي الله يكون بالعون. بقى عم اقول بركي سالم بيك بيعود بياخذها لعنده على البيت، وبدريه بتقوم بخدامتها. بدريه ما لها فاضيه. بس مسيك هدول استكري لها خادمه تيجي تخدمها لبين ما تطيب. اي والله الله يخلينا ياكم ويكتر خيركم واموالكم. يلا السلام عليكم. وعليك السلام يا سرا. صفوان اهلي والله بالعقيد على راسي. اهلين بالعقيد. شو عم تساوي هون؟ والله يا عقيد هيك حرمتي وقعت من على السلم لما جبتها على الخستخانه. لخير انتو شو عم تساوي هون؟ جبنا رجلي لهون. شي؟ لخير ليش شو ابن عمي؟ لك مو الحاصل تبع عمك ابو الضاح احترق؟ قام فات رجلي لحتى يطفي النار، اشتغلت فيه النار حرقته حرق. لك 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 يا لطيف يا لطيف. والله هذا اللي صار. وحرمتك شلون صارت؟ لك شو بدك من حرمتي هلا؟ خليني اشوف ابن عمي. ابو عجاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شو كنتوا حاطينه على وشه؟ قالوا حاطينه لبارحة. سلامتك يا ابن عمي، سلامتك يا أبو عجاج. لك إن شاء الله أنا ولا أنت. واحد الله بسالم رجلي ما في شيء. لا إله إلا الله، أكيد ما في شيء، أكيد ما في شيء يا أبو محجوب، ولا عم ضحكوا علي. والله ما بتستاهل يا ابن عمي، لك والله ما بيستاهل يا جماعة. لك شو هاد؟ أخروه هيك خلونا نعرف نشتغل. إن شاء الله تركني هون دكتور، والله روحي معلقة فيه. يلا يا شباب يلا، عم تدوس حبل. ها خلصنا. سلامتك ابو عجاج. الله واحد الله صبرك. خلينا نوقف برا بس ندير بالنا عليه. شهم شهم. يلا هلا ترتاحي بكل. اوكي بجري. سلامتي. يلا تعي خديها تعي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. سلامتك سلامتك يا عمو. بيجي بدل
ما قلت لك بدي اياها على بيت خالها؟ لك طولي بالك يا ماما، ما بدك تعرفي شو صار؟ شو بده يصير يعني؟ انا واختك ما بنقدر نخدمها. خدها على بيت خالها، هنيك في بدريه بتقوم فيها. ببعث لك حمى يا سلمى، قلت لحالي بتكوني متي وارتحنا مني، بس مثل ما قال المثل زبادي بليس ما بتخيس. تضربي انت وهالمثل، تضربي على هالمنطق، صحيح مثل ما قال المثل. ليش يا بعدي شو قال المثل؟ شو بيعرفني المثل اللي قلتي لي اياه امبارح؟ لك بس اتذكر وبقول لك اياه. لك حاجه سرسره انت وياها وليه؟ ومن ابري فوتي لجوا يلا لشوف. لك يلا فوتوا لجوا. اتري حقوقك يلا. انا مهلك الله يخليك. يلا يلا. يلا خلصونا منكم شوي. بتاخذها على بيت خالها. انا واختها مو مجبورين منوب فيها. يا مو سالم بيك اعطاني قرشين لحتى استقري لها خدامه. شو؟ لك ايه مثل ما عم حاكيكي. وانا قلعلي خذوا انتو المصاري انت وزكيه واخدموها. وقديش عطا؟ جوز عصمان لي اياه. اوف يا رجلي. اخ يا ظهر يا اخ. بتستاهل، الله لا يقيمك، صحيح مثل ما قال المثل. على نصتك ولي. لك على نصتك احسن ما اقوم ليكي ها؟ ما في. بعد لي حمي. ان شاء الله ظهري ولا ظهرك، ان شاء الله بتنكسر ظهوره. جيب لك شوية زيت اخفت لك ظهرك. شايف شو الله ساوى فيك؟ هاد كله من خطيط هالمسكينة. قال مثل ما قال المثل عرج الجبل. قولي قوالك، قومي وين؟ قومي من هون. زكية؟ وين رحتي زكية؟ وين رايحة انت الثانية؟ بدي اعرف شو المثل. بتوقعك رجلي؟ بتقول لك خالك اتركيها يا مو اتركيها، بركي بنكسر راسها والله بيخلصك منها.